طيب نروح بقى لبطولة كأس الأمم الإفريقية والأحداث المثيرة اللي حصلت النهاردة، وتحديدا بعد انتهاء مباراة ما بين مالي وتونس. بشكل صريح، لا يوضح قانون كرة القدم قرار واضح فيما ارتكبه الحكم الزامبي جياني سيكازوي في مباراة مالي وتونس، واللي أنهاها، يمكن بنتكلم على أنه أنهاها قبل وقتها الرسمي بحوالي دقيقة، يعني في الدقيقة 79 كان سيكازوي بيشير للحكم الرابع باحتساب 5 دقائق وقت بدل من الضائع قبل نهاية الوقت الأصلي بحوالي 10 دقائق. عندك في الدقيقة مثلا 85 أعلن الحكم نهاية المباراة، ولكن بعد ما يقرب من دقيقة ونص كده، وبعد كمان ما كان في اعتراض من الفرقتين، تراجع عن قراره واستكمل المباراة، وتدخلت ساعتها قوات الأمن لحماية الحكم من الاعتراضات، كانت اعتراضات للاعبين والجهاز الفني لتونس. في الدقيقة بقى 89 وتحديدا 89 و47 ثانية، وقبل بلوغ الدقيقة 90، أعلن الحكم نهاية المباراة بانتصار مالي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة لحساب المجموعة السادسة. يعني الواحد بصراحة بيسأل لحد إمتى هتستمر، مش هقول غير مشاكل، يعني خلينا نصفها بمشاكل، لحد إمتى هتستمر مشاكل التحكيم والتنظيم في بطولات الاتحاد الإفريقي. احنا معنا الأستاذ أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي. برحب بك يا فندم. برحب بحضرتك وبرحب بكل السادة المشاهدين. أحداث مثيرة كان بطلها الحكم الزامبي. أولا، هل دي أول مرة حكم بينهي الماتش قبل الوقت الأصلي، ولا حصلت قبل كده؟ والله هو مش موضوع حصلت قبل كده، احنا لو هنقول ان هي حصلت قبل كده، نادرا لما بتحصل في بطولات مش بحجم بطولة افريقيا، يعني ما حصلتش في بطولة كبيرة زي دي خالص، ولكن الحدث ده يحصل في بطولة زي دي والماتش يتكرر مرتين، ان هو ينهي قبلها ب5 دقائق وبعدين يرجع يكمل، وكمان ما يوصلش للتسعين دقيقة ومن غير وقت اضافي، ففي هنا خلل، الخلل تنظيمي، خلل من الحكام نفسهم، انه مش افضل حال داخل هذه البطولة. فاعتقد انه الامور مش طبيعية خالص. انا كنت في يعني انا كان ليا حسن حظ انا سافرت اتفرجت على ماتش منتخب مصر في الكاميرون امبارح، رغم كل الخناقات واللي احنا عم بين نسمعه، وان صامويل إيتو تحدى الاتحاد الدولي و انا شايف ان غير مؤهله بالمره ان البطوله تقام في الكاميرون. يعني احنا كنا هناك امبارح، طبعا انا مش بطلع يعني حجج او اعذار للاعيبه منتخب مصر او باقي لاعيبه المنتخبات الثانيه، هو الموضوع على الكل، لكن فعلا بمجرد ما نوصل المطار وندخل ونروح الملعب، الامور غير مؤهله تماما، يعني مش مؤهله لمباريات كره قدم، يعني انه مش دي الاجواء بتاعه الكوره، البنيه التحتيه ضعيفه جدا. اعتقد ان كل الامور دي مع حكام برضو، هو ده ان دل على شيء بيدل على انه الحكام الكبار اللي في القاره معظمهم اتصاب بكورونا، لان هم غير مجهزين وغير مؤهلين. احنا عندنا في مصر الحمد لله عملنا بطوله 2019 وعملنا في معظم البطولات اللي فاتت بطوله كاس العالم اليد في عز كورونا، ما كانش بيظهر عندنا الاعداد دي كلها، ما كانش بيظهر اي حاجه من الحاجات دي، التنظيم كان ولا اروع. لما نظمنا 2019 ونبص على وجه المقارنه بين البنيه التحتيه هنا وهنا، لا ما فيش وجه مقارنه، احنا في حته بعيده خالص، يعني احنا سابقين بحته كبيره جدا. اعتقد ان كل الامور دي كان لها مردود سلبي، سواء على لعيبه او على حكام او على سمعه قاره افريقيه، يعني ده بقى الحال فيها. انا شايف لا، انه في حاجه غلط، في خلل. طب هل الماتش ده من حق المنتخب اللي خسر تونس مثلا انه يطالب باعاده المباراه لانه في وقت ما كملش واللائحه في صفهم، ولا هل خلاص المباراه تخلص؟ طب القانون بيقول ايه في الحاله دي يا فندم؟ يعني احنا شفنا مثلا الحكم انهى الماتش في الدقيقه 85 وبعدين استكمل المباراه، وبعدين في الدقيقه 89 ما استكملهاش، هنا القانون بيقول ايه في هذه الحاله؟ في هنا خطا حصل، لابد ان القانون في اللائحه بيقول في الحته دي ان المباراه تستكمل عدد الدقائق بتاعتها اللي هو الطبيعي، يعني مثلا لو واحد نهى في الدقيقه 87 فاضل 3 دقائق، لا من حقه يلعبهم، ده قانون. وكمان في هنا خطا، هل الخطا اللي حصل ده متعمد ولا غير متعمد؟ لا، ومش بس متعمد ولا مش متعمد، هل ده خطا الحكم لوحده ولا مساعدينه ولا كمان حكام الفار، يعني هل بيتحملوا الخطا معاه؟ هو الفار مش هيبقى ليه علاقه، على الاقل الحكم الرابع اللي يبقى ظابط الوقت معاه، طبعا الحكم المساعدين اللي ظابطين الوقت معاه، طب هم ليه ما ردهوش؟ فالخطا فيه شك هنا، هل ده متعمد مثلا ان المباراه تخلص في الوقت ده
لسبب ما، فبالتالي في شبهه داخل حوالين الموضوع فيتم اعاده المباراه كلها. هل هو غير مقصود فيتم اعاده مثلا لو فاضل 3 4 5 دقائق ده حق لتونس؟ فالامور هنا هيبقى في اجتماع طارئ ويتم حسم الامر فيه، لانه الامر هنا حوالي في شوائب، في ناس كتير بتتكلم انه الموضوع مقصود. فلو مقصود وثبت ذلك او ثبت ذلك، لانه في حكام كتير احنا عارفين ان هم مش افضل حال سواء سمعه او فنيا داخل القاره وموجودين في البطوله، في حكام تم استدعائهم بعد ما اصيب حكام كتير بكورونا. فاعتقد لا انه الموضوع صعب، يعني مش سهل ان هو احنا فعلا شفنا الحكم الرابع رجع الملعب وحاولوا يكملوا الماتش. يقال ان تونس يعني رفضت، بس انا يعني قبل ما ادخل الهوا كنت قريت كده في بعض التقارير الصحفيه التونسيه بتقول المنتخب بيقول انه ما حدش طلب منهم العوده للمباراه. بالظبط، ما هو في خلل. انا مصمم على كلمه خلل، لان انا تواصلت مع ناس هناك في البطوله، فهم كل الموضوع مش عارفين الغلط منين. ما هم طب انزلوا، طب ما تنزلوش، طب الحكم ليه لغى ولسه في وقت، طب ليه الحكم الرابع ما قالوش، طب ليه المساعدين ما قالوش لا لسه نكمل، طب ليه لو هم ليهم وقت التوانسه ما رجعوش؟ ففي حاجه غلط اكيد لسه بكره هتبان، لانه الاتحاد التونسي انا عارف ان هم بصدد ان هم يطلعوا بيان بخصوص الموضوع. هو المنتخب التونسي يعني فعلا تقدم بتسجيل اعتراض الاتحاد الافريقي، صحيح؟ بالظبط، وهيطلع بيان رسمي بكره يشرح فيه كل التفاصيل والكواليس. تواصلت مع المتحدث الرسمي عندهم، قال بكره في بيان رسمي هنطلع كل الامور دي للراي العام. فلا، الموضوع ما يتمش ان هو يعدي بالسهوله دي، لانه احنا مقبلين على امور تانية اخرى. النهارده مثلا منتخب موريتانيا، الناس اللاعيبه واقفه عشان تقول السلام الوطني لمنتخب بلادها، لقوا المزيكا بتاعت منتخب تاني. يعني انت متخيله الوضع وصل لحد فين؟ احنا مش بنقطع في بطوله على قد ما هو، لا، الايمج بتاعت قاره افريقيا كلها بتروح، يعني كلها بتروح. احنا عملنا بطوله 2019 ما كانتش ليها لازمه بقى الخناقه. ان طب الحاجات الاخطاء دي ممكن يعني تضر بالقاره بشكل عام، في ظل طبعا السجل اللي احنا بنشوفه ما بين الاتحاد الافريقي و يعني الاتحاد الدولي؟ طبعا، لانه الاتحاد الافريقي طبعا في اخر اولوياته اهتمامات الاتحاد الدولي. فبالعكس، هم دلوقتي مبسوطين، احنا كان عندنا رؤيه ان البطوله ما تتلعبش، فهم من مصلحتهم ومن تأييد قرارهم ان البطوله ما تنجحش، مش هنقول انها تفشل برضه عشان في وشهم شويه، بس ما تنجحش النجاح المطلوب علشان يقولوا ان احنا كنا صح، انتوا كنتوا غلط. فكان الرهان انه لازم ان البطوله دي تطلع احسن حال، وما كانش ينفع التحديات وفردة الصدر بلغه الكوره يعني اللي كانت معموله انه لازم البطوله تتعمل ولازم ولازم ولازم، ما كانش ينفع بالطريقه دي، لانه في ضرر على اللعيبه، في ضرر على الاجهزه الفنيه، في ضرر. ما فيش منتخب لا يخلو من كورونا، ما فيش منتخب ما عندوش مشاكل، ما فيش منتخب ما عندوش اصابات. انا مش عايز احمل الارضيه المشكله، لكن انا كنت امبارح في الملعب، اكرم توفيق لاعبنا لما جاله صليبي ارضيه الملعب لا تصلح، لا تصلح، ربنا يشفيه ويرجع بالسلامه يا رب، احد اهم اللعيبه في المنتخب. لكن فعلا يا جماعه، لا، احنا بقول لحضرتك امبارح احنا كنا هناك، ليه الخناقه اللي حصلت دي؟ انا قلت الخناقه اللي حاصله دي احنا رايحين، اللي عايز يدخل الاستاد مش هيروح منه بقى من حلاوته. مفيش الكلام ده، مش موجود ولا المطار ولا لا لا. فعلا كل المشجعين المصريين واحنا هناك قال لك احنا مصر في حته ثانيه، والله مش عشان انا بتكلم في مداخله، لا احنا طب فعلا خلاص تمام. خلينا نتجاوز يعني النقطه دي. عايزه اسالك على فكره انه هل ممكن المباراه تتعاد مره ثانيه؟ لسه بقى الاجتماع لجنة الطوارئ باللجنة المنظمة هو اللي هيحدد هذا الأمر، بناء على تقرير الحكم وتقرير مراقب المباراة وتقرير مراقب المسابقات اللي كان موجود، بحيث انه يتابعوا هذه التقارير، وبناء عليه هيتابعوا برضو التظلمات اللي هتقدم من المنتخبات لو قدموها، على أساس انه يقدروا يحكموا على الموضوع ده وهيراجعوا شريط المباراة طبعا. فالقرار لسه مش النهارده. بشكرك الناقد الرياضي الأستاذ أحمد عبد الباسط، شكرا ليك.